السلام عليكم. اليوم سوف أتكلم عن حجر الفيروز. يعتبر حجر الفيروز من الأحجار النادرة، وذلك بسبب لونه الجميل. يساعد حجر الفيروز على تنقية الجسد والعقل، وكذلك يساعد على التخلص من الطاقات السلبية الموجودة بالجسد. ويستعمل حجر الفيروز في الطب البديل، فهو يساعد على التخلص من الحمضية الزائدة بالجسم ويعدلها، وكذلك يساعد على النوم الهادئ، ويساعد على التخلص من الحسد، وكذلك يعالج السحر. فهو حجر جد 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 رائع في الشفاء. وإذا أردت أن تعرف إذا كان حجر الفيروز أصلي أم لا، يجب أن تكسر واحدة، فإذا كان داخلها أبيض فهي مزيفة، وإذا كان داخلها أزرق أو أخضر فهي أصلية. ويشترط كذلك أن هذه الخطوط التي توجد على الحجر يجب أن تكون داخل كذلك الحجر. وبهذا أكون قد أكملت الشرح. إذا كان أي استفسار على الأحجار، المرجو التواصل معي، والسلام عليكم.